من اتحاد قوة تقدم، فيهم قياديين وفيهم أطر ومناضلين. وتعرفونا وركنا شهرة حنا في أزمة متينة على مستوى اتحاد قوة تقدم. وتعرفوا قاع خلقوا عقوبات الوحدين منا، قالنا على نمو علقوا مدة شهر وخالد قاع طرد هاي على مستوى اتحاد قوة تقدم. يا قاير تعرفون هاي المجموعة انها مجموعة سياسية لا ياسر من الزمن، ما قد سكتها قاع يك ساعة اللي الديمقراطية ما هي خالقة ويا قد حد يتكلم. كانت هاي المجموعة لا تتكلم، وش قال قاورك اللي قد حد يعدل فيسبوك عن ديركت مباشر ولا تسمع الناس كاملة بالداخل وفي الخارج. إذن بما أعلن ذاك الخلاف داخل اتحاد قوة تقدم، وذاك اللي يعبر عنه رئيس الحزب والمجموعة اللي معاه ما هو رأينا، قلنا احنا ان لا بد ان من نعطوا رأينا، والله نقولوا رأينا في السياسة العامة في البلد ومشاكل اللي اف بي اللي تعاني منه. وذاك نقدروا نعدلوه بعدة مساي، يا قاير احنا اخترنا نعدلوه في اطار مهرجان عام لا ندعو له جماهير ولا نعطوا موقفنا السياسي، ولكن الاساس عندنا لابد ان نتقدموا بطلب والله باطن نعلموا الاداره به اللي تعرفوا كاملين القانون اعطي الحق لجميع المواطنين الحق بالتعبير والتجمع وذا كامل معنانا حقوق الحريات العامة والفردية مكفلة بالدستور. وعلني أنا كمواطنة وكبرلمانية عندي الحق نطلب انعقاد مهرجان، وتقدمت الطلب ويا ريت لا نقول لهم على نحسسهم والإدارة عليها لا تشوف إذا كان ما في مانع وتسد قاعد تخليه يخلي وتدبر هي على الأمن تراقب الأمن. يا غير ما هو اللي تعودنا عليه، أعطي الإدارة لها زمن فرض على الناس لا يبدأ لها من تقبل ترخيص، وهذا ما هو قايل القانون. يا قارقع لا يخلوها تطبق علينا ذاك، وفات المرة الأولى الوالي ولاية نواكشوط الغربية مع حاكم الأكثر أعطاه موافقتهم للمهرجان، وقمنا بتحضيرات المهرجان من نهار واحد سابقوا والله بعض قاع سوايا قليلة سابقوا تلفن عليا الحاكم وقال لي أعلن قال له الوالي أنه يوقف النشاط، وقال لي السبب على أنه مشاله رئيس اتحاد قوة تقدم رسالة، قال لي أنا كنائب رئيس وكنائب البرلمان عن اتحاد قوة تقدم ما نقدر نعدل المهرجان ما هو ما الحزب ما هو وقابل والله ما هو متوافق معي، ولا في الأساس ما قدر نعدل النشاط. وتو وقال لي ذا وقفلوا عني تلفوناتهم ولا تلاو يجبروا، وهذا عطلة الأسبوع وعندنا الله واسو يكون نحانو بداية الأسبوع. إذا المهرجان ما أخلص ورجعت لهم وقست قاع لا مباشرة الوزير، الوزير قال انه ما هو عالم بالرواية والله باطل ما هو اللي يعطي الامر، ويلا تنقيس الوالي نشوف معاه. وانا جيت الوالي عنده هذيك الكلمة يا قاير مولي قال انه ما كان قام حاكم عني المهرجان، يا قاير كان لا بد له من يعرف
يا كان الرسالة اللي مش رئيس اتحاد قوى التقدم يلا تمنعني من التوارع والله ما هذا هو اللي قال لي قلت له اقصى بس تقولي لا تعيط لي نعش الرواية نشوف يا غير ما هو اللي خلق اذا بعطي مهرجان خاصر واركان لا العلم طلب المهرجان وشكت ان لا تفاهمت معاهم كاملين وطرحت يوم الاثنين اللي وراه حسيتهم بعليني لين عدل المهرجان واخر اللي هو لكن لين عدلوا الصبح المره اللي طرحته رغم حسوا من المره اللي فايته قالوا لي على انه ما ذا مشكله والمره ما تكلموا لي لا تميت نسول عنهم ولا يجاوبوني لا يقولوا لي لا على انهم داري يجاوبوني ما واساوها لنا عادتنا التاريخ عاد قريب المهرجان قلت انا لابد لي من نقوم بتحضيرات به اللي حد لا يعدي المهرجان لابد له من ياسر من تحضيرات وتو وبوتانا تنعدل الاعلام ونتواصل بالناس ونحضر المهرجان ايه من عاد يامس ما قدرت نجبر من اسبوع كامل ريتو من يامس اول نهار جيت الوالي قال لي لانه لا هي إن كان الحاكم ما أجبرني قلت له بدأ قال لي هو دور يتصل بك قلت له قال لي قاني تود نينع الجواب عندك حاصل ما لك ما تعطيه قال لي لا حاني دور ويتصل بك قال لي سابق الصلاة ولا عرفت قال ربط اللي مبين الصلاة والجواب وتو ولا تلفل نين الحق حكم من وقت الصلاة مشيت أنا تصلت أنا بمسؤول عن دار الشباب لا يشوف غروف تحضير الدار الشباب قال هو اللي علمني بعلن اتصلوا بسلطات وقالوا انه على المهرجان ما يقدروا يعدلوا ما هو معدل وانه ما يقدروا يعطوا دار الشباب يكون يجبروا اليد من عند الحاكم هذا هو اللي علمت فيه وقمت انا عدلت ذاك البيان اللي عدلت بعلني طالبه من جماهير نواكشوط انها ما تجي للمهرجان انه مات له خالي ومتاسفه بهذا اللي خلي يا غير المهرجان ما قد يخلو وهي تلاحظوا في وقت إن قالنا لن خلق تغيير والناس كاملة قايلة لنا خالق تغيير وشاكلنا ياسر من الممارسات اللي كنا متعودين على الممارسات وخالقين يا غير قال عادت الرواية طمن كل كان خالق به اللي المرة الأولى بقى قالوا لنا سبب لعاد قاي قد يعود ما هو مقنع والله ما هو ما يجد يعود سبب أي المرة قال بلا سبب وتو بالله سبحانه اللي تلفل للحاكم بالتانا قال علمت الناس ان المهرجان مات له خالي وتلفل له قال لي اعلن المهرجان انه ما يجد صح قلت له الاسباب شنهي قال لي ما يعرف معناه ان جينا الادارة تمنع حق مواطن عنا اعطيها له الدستور امتنع منه ونسول عن الأسباب ويقولنا ما يعرف حق هذا ما نعرف أنا باطل شلاه نقوله وهذه الناس كانت تعرف لأن الدستور قايل لأن عند المواطنين كاملين حرية تجمع وحرية تعبير وذا كامل وأنا كنائبة في البرلمان هذا اللي شرحوا به شرحت به الإدارة واللي شرحوا به قا واحدين منهم الأستاذ لو قرمو لأن حد عاد نائب بس محزب ما تلقى عنده الحرية وانتم تعرفون في مادة 51 في الدستور تعرفون لأن البرلمان ما عنده أي سلطة تخضع لا لأنه هو حر في ذاك اللي لا يعد يمثل الشعب كامل ولا يقد يعود لا يسول عن ذاك اللي يعدل عن رقاش قال ما مسول عنه ما مسول حد عن ذاك اللي يعدل إذن هاي هي الظروف اللي أدنى إحنا فيها وإحنا المهرجان كنا لا هنا نعطوه في رأينا كيف قلت في البداية عن السياسة العامة في البلد شنو هو وجهة نظرنا في اللي خالقة على المستوى الوطني ذا التغيير اللي يكلم عنه وهاي النظام الجديد اللي جاء والمعارضة وضعيتها
وطبعا وطيس الاتحاد قوة تقدم. وهذا رأينا قا حنا كاتمين بيع ولا هي ينقرا عليكم يعود قاعدة واضح وتوب هو اللي كنا لهن نعد ما قدنا نعدل المهرجان أدنانا اللي جو باطل المؤتمر الصحفي ويا كان الصحافة تودي اللي لها تنقل الباطل الرأي العام شنو موقفنا وحنا هاي شنو أطر مناضلين وقياديين في اتحاد قوة تقدم لا عاد رئيس اتحاد قوة تقدم ولا لا عاد الإدارة قال هي لنا أن قد تحكمنا ولا تمنعنا أن نتم ونعبروا ياك يعرفوا أنه غلط ولا ولا يصح به اللي ما قد ما قد حد يسكتنا يكسع ما خالق شيء ولا خالق حريات وش قال ورق ولا خالق يكسع وسائل الإعلام وش قال ورق معناه أن احنا هاي مجموعة اللي ما هي قابلة اللي خالق في اتحاد قوة تقدم ولا هي ما مش ما الشمعة ورافضة تماما ياك الخط الانحراف اللي موجود في مدار تسمعوه في البيان. إذن البيان دور ينقرا عليكم ولا تسمعوا اللي فيه هذا بعض هو اللي اخترنا نقول لكم انتم الصحافة ومن طرفكم لا نقولوا للرأي العام الوطني وراجين من عند النظام على الحكومة اللي زرعت باط أعمال كانت الناس شاكان على نخلق فهم تغيير لأنها ما تنقز على ذاك المستوى ما تنزل باطل ذاك المستوى.